صارت بيك من دغار من كل شي وتطم بأثر رجلية إذا يمشي يسألونك علي وتقولهم عش صايم لو بي لو ما أفطر مرت بيك كل شي ببيتك يذكرك وتبكي والدمع ما يقدر يصبرك تترك واقعك وتنام من قهرك وبس تغفى يمرك بأحلامك تشرد وين والخنقة تجي تلوحك تركض للزيارة تقلل جروحك تظل تدعي لو ما تندع روحك ساعتها تحز قلبك ضدك أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل نطلع عليكم اليوم حلقة جنوبية ميسانية جميلة وأنيقة جداً شاعر ومحامي أيضاً وأنا شخصياً أحبه الحبيب حيدر حبيب أهلاً أبو الأكبر حياك الله الله يسلمك كل الهلا شكراً على هاي الدعوة أنت تستاهل شكراً على هاي المقدمة وأنا مملون لك طبعاً الله يسلمك ويا رب أقدر أكون خفيف الظل إن شاء الله خفيف الظل وثقيل شعراً الله يسلمك شل أناقة والجمال تعلمت منك الله يعزك الله يسلمك شكراً لك شكراً للميسان الولادة دائماً الله حقيقةً حيدر حبيب هيك من ضمن الأسئلة التقليدية اللي أنا بصراحة بعيد عليها لكن أنا ما أعرف عنك بداياتك الفعلية كانت يمتى؟ بدايات الفعلية أول مرة صعدت منصة بال 2014 نعم شلون كان حضورك بذاك اليوم؟ سولف لي الأجواء مال الخوف والارتباك والله نزلت من المنصة اتصلت على أمي أي خبرتك قلت لها قرأت على المنصة أي والله اتصلت علي قلت لها يما قرأ أنا كنت سادس بال 2014 نعم أقرأ يعني وي ما أقرأ كتبت قصيدة جيد فسمعتها لأحد الأصدقاء قال عندنا منتدى تعال اقرا احد الاصدقاء شعراء احد الاصدقاء شعراء نعم انا كنت قريب من الوسط يعني جميل ذيك الفتره ها يعني تسمع احضر حماسي وهذه فقلت لك كتبت قصيده سمعتها إلي وقال عندنا منتدى تعال اقراها جميل ايوه صعدت قريتها وخذت حضور وكذا والله اي بالله اي تستاهل خذت حضور وهيك هي مرات سبحان الله اكو نجاحات تصير قبل نجاحات واكو نجاحات تصير من بعد فشل او تأني فعلا. خطوه صح صح, صح. خلينا نبدي انت شو يسمونه يعني مثل رطب البرح منين ما نكضك ان شاء الله مثمر الله يسلمك خلينا نبدي على ذوقك قصيده تقول رحت بس روحتك ما الها داعي عناد جروف اثنيننا ومتقابلين ابعاد الله رحت بس روحتك ما الها داعي عناد عناد جروف اثنيننا ومتقابلين ابعاد ما ترجع عزيز بقلبه من تروح القطن مال الجنايز ما يرد مخاط الله الله شئت النسوة الله 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 رحت بس روحتك ما الها داعي عناد عناد جروف اثنيننا ومتقابلين ابعاد ما ترجع عزيز بقلبه من تروح القطن مال الجنايز ما يرد مخاد شيك النسوة سوى واقسم الخبزه وياك ما كم لو اقوم من اذكرك عزاد لا راهم علي ولا رهمت وياك عشت تفقد حرب ما والمت صياد وانا تغيرت لا راهم علي ولا رهمت وياك عشت تفقد حرب ما والمت صياد وانا تغيرت مو ذاك اللي جامل قمت بس اشتقلها طيحت الكامل الله رحت من انتظرتك الله 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 انا تغيرت مو ذاك اللي جامل قمت بس اشكبرها طيحت الكامل بس اشتقلها طيحت الكامل رحت من انتظرتك انا من انتظرتك وقت ما خليت ورجعتك من وقت بس رجعت العام قلت أقدر رحت من انتظرتك أنا من انتظرتك وقت ما خليت ورجعتك من وقت بس رجعت العام قلت أقدر أمسحك أي أمسحك يمك ونطيح وطحت بس شحلاتك دمعة الجاهل الله تشوين بجمر ومنحترق ما صيح
وترد النوب ترجع تحرق سلالي ضحكة فاتحة مجبورة ظل مضموم اجيتوا مو بوقت ضحكة فاتحة مجبورة ظل مضموم اجيتوا مو بوقتي ياهو يرضالي حايط مدرسة ومثلوم منك ساب بقرة فرصة عبرك لا الظن عالي نعم تشوين بجمع نعم ومنحترق ما صيح يا أخي حبيبي شبيه وترد النوب تشوين بجمر ومنحترق ما صيح ما صيح وترد النوب ترجع تحرق سلالي ضحكة فاتحة مجبورة ظل مضموم اجيتوا مو بوقتي ياهو يرضالي حايط مدرسة ومثلوم منك ساف بقرب فرصة عبرك لا الظن عالي اي بالله بحرب قلت انتصر وارتاح حسبالي فزت بس أنا خاسر بيها جتالي بحرب قلت انتصر الله. انتصر بحرب قلت انتصر. انتصر وارتاح حسبالي فزت بس أنا خاسر بيها جتالي تبدي تعارك من تشوف لك حاجوس ومن وحدنا كنا تخاف تبنالي بلا هاي الأعذار الحاطهم كنت تعارك من تشوف لك حاجوس ومن وحدنا كنا تخاف تبنالي بلا هاي الأعذار الحاطهم معذور معستك هي هي تروح تبقالي سلامتك يا أخي مو بيدنا ها؟ اي والله حنين ما أقدر لا والله اي بالله حن من الناقة على هذا الشخص لو هي طبيعة لا هي بصورة عامة أنا حنين على اللي أعرفه والما أعرفه بس هذا الشخص أكيد يعني له خصوصية كيس أي بعد هيك مثل دمعة الجاهل عمر سنين هواي وبقيته؟ لا ماكو شيء يبقى أكو مرة انتشرت بالفيس ماذا لو عاد معتذرا بلا هاي الأعذار الحاطن معذور معستك هي تروح تبقالي الله هي. يعني أكو ناس أنه نتقبلهم مجرد ما يجون هي يعني أكو أنا أقول لك هسه أقدر أقول لك أتقبلهم بس هي ما تصير بعد خلاص؟ إي لا انتهت أكو بيت يقول هي المشكلة نتعلق ويرحم هي المشكلة نتعلق ويرحون أي مشكلة لا ولتوجعك نشتاق للجاية اي والله حنان مو بيدنا احنا الجنوب كنا هيك ابو الاكبر الله احنا كنا حنان ربينا وي بيبياتنا ربينا وي امهاتنا تعلمنا الحنية واحنا صغار فطلعنا للمجتمع حنان زين حيدر سؤال هسه خلينا بهذا الشخص نعم يجي واحد ياخذ مكانه أكون صريح؟ إيه إيه إجا 100%؟ إجا إيه 100%؟ هو حتى لو نسبة 1% هو إجا نعم بس يعني مكانه أكو ظل شاغر؟ مستحيل صدق والله؟ والله يعني يجوز راح أكون ناس تزعل مني بس مستحيل لا راضيهم دول الناس راضيهم إيه أنا صريح يعني لا راضيهم راضيهم لا أنا مراضيهم لا هسه راضيهم خلينا نسمع رضاكم شلون اقول احبك لا راضيهم شعرا اهدي لها اهداء شعرا مو الا غزل الها الها اي راح اهدي لها القصيده الجديده اللي ما شايف الاعلام اي جيد تقول كافه تشكى من جرحك كانت على الاقل تجربتي حلوه وياك لا تنساني ما نصحك الجامد تنكسر وتعوف على القاع بس تنساها لازم ترجع الجرحك والله تدوسها وما تدري اي بالله كافه شكة من جرحك هواية شكة من جرحك هواية شكة من جرحك كانت على الاقل تجربتي حلوة وياك لا تنساني ما نصحك الجامد تنكسر وتعوف على القاع بس تنساها لازم ترجع الجرحك الله يا كتال امن ما حد يفضحك خايب على الأقل من متت موت وياي موت وياي مو حلو علي بالفاتحة وتضحك الله بعد ما أريد تبقى وياي راح أرجع وفك انذورة السادة المزار الزرته مرة وبيدعيته هواي راح أرجع لبلكي بطل مراده الله أحذرك خاف تتماده هو الكاره الدنيا ويريد يموت حبل المشنقة يتخيل قلاده بالله صحيح تقلهم الله أحذرك
خاف تتمادى. هو الكاره الدنيا ويريد يموت حبل المشنقة يتخيل أقلاده. تقلهم ما أضل وياه، أنا الما أضل وياه، أتذكر شقة وسديت عينك هيك وقلت لك ياها أنا، وقمت تطس ماء. أنا أتمنى دخلك غرفة التعذيب، والله أتمنى دخلك غرفة التعذيب، وشوف أنك الضئم شوفتني يا ولك ما ينس الماضي، والله ما ينس الماضي، وبوقتها أنت كنت غلطان وجيتك ساكت وراضي. إذا كل الحكي مكتوب على أوراق بجي المتهم ما يقنع القاضي، بعدني الهسة ما ناسي، وتريد الصدق لما علي يحجون أكذب لو حكت ناسي. جندي من الحرب شارد وجيش يفوز، يرد مدنق وخسران هيك منرجع احساسي. والله سلامتك، بس راسك مرفوع ان شاء الله. الله يسلمك، الله يعزك. شكرا لهذا الشعر. الله يسلمك، شكرا لهذا الجمال. انا ممتن بالله الكريم. تحب الانتظار؟ كلش لا، انا من باب مقوله اخبرني احد الويترات بالمطاعم قال لي يوم من الايام راح يكتلك الانتظار، قد ما كساعة قال طلبي يومين. الله زين، شو راح ناخذ فاصل؟ تنتظرني؟ كيفك هاي؟ تنتظرني؟ احبتنا مشاهدين قناة الايام، فاصل ونعود اليكم. احبتنا عدنا وياكم ويا الحبيب حيدر حبيب. اهلا بالاكبر. شلون كانت الرحلة بالبارت الاول؟ انا مستمتع بوجودك. الله يعزك، واحنا مستمتعين بوجودك وبقصائدك. الله يسلمك. الله يسلمك. ابو كرار، هذا العيون الزرق واللحية الشقرة وهاي الوسامة، بس خليك صريح. أنا كلي صريح. جيد. وأنت محامي، شلون هالمحاماة أول مرة، صعبة سهلة؟ لا صعبة، أكيد صعبة. حياة المحامي يعني مو أي شخص يقدر يصير محامي، هو يصير محامي بس ما يصير محامي ناجح. مو أي شخص يصير محامي. أنت محامي ناجح؟ أنا أشوف نفسي. إيه. أكو يعني أشياء ما محققهم بعدك؟ أكيد. اقصد بالمحاماه. اي اكيد. ها يعني انا بفتره ممارسه المهنه المحاماه قليله بس وصلت الناس ما واصلت، صار لهم 5 سنوات 6 سنوات. جميل جميل. ترأست لجنه العلاقات العامه. جميل. سولف لنا في موقف لازم مر بيك، موقف في هذا المحاماه والناس المراجعين وكذا، هم شفت انسان انعجبت بي، شافك انسان وانعجب بيك، تظهر مسولفين لك فتشل. والله هسه على غض النظر مسولفين او ما مسولفين لي. تحنين خايب يمته. لا حيقدر تسولف لي السالفه. ما اقدر اسولف لي. تحنين خايب يمته ما في شيء. هي راح توصل لك السالفه. تحنين خايب يمته. انا اسولف لهم. حيدر شافت بنيه بالمحاماه وتغزلت بي. فمن تغزلت بي بعد ثقل عليه. فهو عجبته من ورا بابا عن ثقل، فقل لها هاي انا سعد مو مسؤول. قال براحتك. مو انا مسؤول. ايه براحتك. تحنين خايب يمته، حبيت حتى المحكمه من شفت بي شردته، ومن قلت قاطك حلو يومين ما بدلته. الله 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 الله. بين السالفه مو على مسؤوليته مو؟ داومت بي يومين. بصراحه نعم. اليوم هذا الجو الشعري الشبابي للأمانة مخيف، أنا راح أسولفها يعني على مسؤوليتي. يا أخي جاي يكتبون شعر لذيذ، صح يعني طبق شعري جميل جدا من التصوير ومن الخيال ومن السباكة. برأيك حيدر التواجد مع هاي الأسماء سهل اليوم؟ كلش صعب. يجوز انا اكتب من 2014 اقدم من هواي شعراء هسه هم بجيله، احنا نعتبر يعني شعراء دخلت بال 2019 وبال 2020، انا مثلا بال 2014 حاليا صعب القى مكان وياهم. يعني زين شنو الطريقه اللي متخذها؟ لوني نفسيته. لا انت يعني قصدي شنو الفكره اللي برايك انه راح تخلي لك اسم بيناتهم؟ الحقيقه والاكبر، الحقيقه دائما توصل، يعني ايش قد ما تقدر تكون حقيقي. المصداقية قصدك؟ بالضبط. يعني هسه اكو عندنا ناس اجت للجيل دخلت وطلعت، مرت مرور الكرام، ما بقى لهم اثر، ما تركوا اثر، ما تركوا اثر. وهذا سببه انا وانت نعرف اللي
الحكايه المنا، الحكايه الزايده، المشاكل، النفاق، هاي الاشياء ما راح تخلي لك اثر طيب. اليوم الانسان يبحث عن علاقتك بشعراء الانسان شلونها؟ جيده جدا مع الجميع، مع الكل، لطيف كل. يعني انا كانت عندي قازينو بشارع دجله بالعماره، ويلتقوا يمك الكل. جميل. يعني هذا الميز عنده خلاف هذا الميز، واثنينهم قاعدين بالقهومات. جميل. جميل. للامانه ميسان يعني كبير، انا علاقتي بها كلش تختلف واحبها. إيه انت للامانه كلش احبها يعني، وناس شعراء يعني مدينه معطاء دائما وابدا. صح. الف تحيه لشعراء ميسان من خلالك. الله يعزك. اليوم برايك الصعوبه بميسان لو بالعراق كله؟ لا بالعراق كله. انا هسه احنا ما كنا نسولف على ميسان، نسولف على الجو الشعر العام. اي بالضبط. عندك الناصريه بها شباب يعني شعراء، انا اغلبهم اصدقائي، البصره، السماوه، بغداد، جيل مرعب. ممكن اذا نقدر نعد اسماء هسه ما نقدر، ما نلحق يخلص وقت البرنامج. جميل. واغلبهم اصدقائي، يعني انا ابو الاكبر بيها طبيعه، مثلا الشعراء اللي بجيلي او اللي بعمري او اللي قريبين هيك احسهم من نشوفه يطلع له فيديو، من نشوفه يصور، والقى عنده قصيده حلوه تخله. بالعكس انا يعني بصراحه احب هذا الشيء، يا اما اناقشه على القصيده، يا اما اقول له شلون كتبت هالبيت، يعني اقربه من عنده سوي صديقي. جميل. جميل. حيدر خلينا ناخذ، اتذكر جيتنا للبصره وقريت قصيده للامانه انا كلش احبها. الله يسلمك. هيجي مال قصه القياش باثنين رجليك. اي تتذكرها؟ ها حافظها؟ اي اتذكرها. اي قريناها يمك. القصيده تقول: من يمت هلك خلوك تنساني، من يمت هلك خلوك تنساني، حواجب كنا من نطلع بنفس الطول، واحد ما يصير اكبر من الثاني. الله. من يمت هلك خلوك تنساني، حواجب كنا من نطلع بنفس الطول، نعم، واحد ما يصير اكبر من الثاني. اثارين رخيص وبس قفاين دار، بقرب شخص يمك تترسم كاني. كنت بس انا لي فرحك، ولك بس انا لي فرحك، فوق قبور اهلي وتبتسم لضحك. نعم. يا ابويا ايش وسع جرحك، عفتك ما يابس فوق المرايات، اللي يجي قبالك يمشط لازم يمسحك. الله. بعد وياي عفتك ما يابس فوق المرايات. كنت بس انا لي فرحك، فوق قبور اهلي وتبتسم لضحك، يا ابويا ايش وسع جرحك، عفتك ما يابس فوق المرايات، اللي يجي قبالك يمشط لازم يمسحك. بعد وياي ما خليك غشيم بطيحتك، تستاهل من الطيح، قصد غمج النهر باثنين هن رجلي. الله. الله. بعد وياي، بعد وياي ما خليك غشيم بطيحتك، تستاهل من الطيح، قصد غمج النهر باثنين هن رجلي. الله. بعد نتلاقى ما مسموح، بعدك من رحت ما قمت اكضلي روح، شفت عرق الشلب وي المناجل هيج، اللي واقف ينكتل والفائز المطروح. بالله صحيح. بعد نتلاقى ما مسموح، بعدك من رحت ما قمت اكضلي روح، شفت عرق الشلب وي المناجل هيج، اللي واقف ينكتل والفائز المطروح. المهم هسه اجيت وواقف الضابة، هذا العفته انت وعافته اصحابه، الاصبع ينكسر تلتم اخوته، وياه ذا وحده بقى يتاخر اصوابه. الله. المهم هسه اجيت وواقف ببابه، هذا العفته انت وعافته اصحابه، الاصبع ينكسر تلتم اخوته، وياه ذا وحده بقى يتاخر اصوابه، اخذت عليك المراهن فزت وياك المراهن، جاي انسى قلت ما راح تنساها. الله. ولك من سولفت بالما تحب ينعاد، اضحكت لما لقيت ايام وياها. الله. خاب ايام وياها. ولك من سولفت بالما تحب ينعاد، اضحكت لما لقيت ايام وياها، حسبتك شغله مو زينه، اظن كل شي اللي ذكر الناس بيك وياي، بس كسرت فراقك باقيه مبينه، ما اهتم وذا شالوك ربعك فوق، طرف حاجب مرة مرفوع للزينة. الله.
ما اهتم، واذا شالوك ربعك فوق طرف حاجب مره مرفوع للزينه بعد وياي ما خليك غشيم بطيحتك تستاهل من الطيح قصد غمج النهر باثنين هن رجليك. هذا البيت كبير. الله يسلمك وبالاكبر. بالله كبير. الله يعزك. حيدر للامانه قبل 4 أشهر 5 أشهر كان حيدر نشاط الإعلامي أكثر من هاي 4 أشهر و5. خلينا نندل الجرح، من حق أسأل أعتقد، من حق الناس اللي تعرف حيدر حبيب تسأل وتعرف سبب وين؟ بالأكبر مريت بظرف، ظرف قاهر، تعبت. زين وبرأيك يعني الشعر يتحمل انه واحد يمر بظرف ويتركه يبتعد عنه؟ لا ما يتحمل. اليوم اذا تلتفت ما تلقى مكانك بالوسط حاليا. زين شلون راح تدارك هذا الموقف؟ نسيت شيء اسمه شعر خلال هاي الفتره ما اعرف. يعني انا اسف اتدخل بالخصوصيات بس انه ممكن نعرف الظروف. اغلب الناس القريبه مني تعرف اللي مريت بي انا صار حادث ويا اهلي. اها انا اسف طبعا اذا لا يعني بالاكبر لا بالله الكريم صار حادث ويا اهلي على طريق النجف، راحوا للنجف اللي هي اختك الله يرحمها شمس. الله يرحمها ورحمته. أذيت كلش، أنا مربيها بيدي بس اللي صبرنا بالأكبر يعني كان كل شيء مرسوم. هاي الزيارة وهاي الروحة للنجف، كانوا رايحين للزيارة؟ إيه للنجف. نعم إحنا صارت عندنا فاتحة بيبيتي والدت والدتي توفت. نعم. فبيوم 40 مالتها طلعوا هم. جميل. يعني بيوم 40 بي بي تي بالرجعة صار لا رايحين. الحادث صار بالروحة. اي بالروحة. هو الحادث تناقلته هواي قنوات نشروا قصص في شيء يعني بعيد على الموضوع. ها. فطالبونا انه ارد على اشرح القصة اللي صارت ما قدرت انا بوقتها ما. نعم. يعني لا انا تلاشي بالشهرين تقريبا انا مبتعد. فبعدها شفت اكو قنوات متناقلة الخبر وقنوات اولى وشارحه من يمها وفسرها. اي كان كل شيء مرسوم. هاي الزياره هي تريد تروح لها، هي تلحق بالاسبوعين نروح للزياره. الله. اي يعني هي تريد يعني حتى بيومها هي دازه رساله لوالدي على الواتساب كاتبت له بابا اريد اروح للزياره وماخذه صورة روحها ودازتها لوالدي. هي الصورة اللي انتشرت بساعة الحادث، هي هاي صورة آخر صورة إله. فيعني حتى تخيل وجرح أخت مات منها العدو. والله الله بالله العظيم. تخيل يعني هي تحب السيدة رقية، والدي أخذها لسوريا على مود يزورها السيدة رقية. نعم. كلش تحبها وهي عمرها تقريبا 8 سنوات. طفله 8 سنوات. يعني الشموس الله يرحمها طفله 8 سنوات تقريبا. ثالث ابتدائي هي نجحت للثالث ابتدائي. يعني تحب السيده رقيه بصوره مو طبيعيه لدرجه قبل لا يطلعون هم طلعوا بال5 الصبح بال4 الصبح نزعت تراشيها. نزلت تراشيها اعطتها لاختي الثانيه. شكرا لها التربيه. اي والله قالت لها ضميهن عندك ذن هديه مني. اجت الباب غرفتك كتبت لي احبك بقلم راحت. كتبت؟ هي كتبت لي. لا انت كتبت؟ انا ما اقدر اقرا. والله مشاعر جياش انا اترحم لها. الله يسلمك وبالاكبر. اكو بيت هيك ما اتذكرها المن. يقول انا تمنيت موتك كون هيك. يقول تمنيت موتك كون عيله جا ما بقت بالدنيا تشيله. انا هذا البيت دائما اردد بيه. ردت مدنقه وتبكي الطروش
جابت حكي من الخوش مو خوش الله ظلت خلية ردت مدنقة وتبكي لطروش جابت حكي من الخوش مو خوش مو خوش ظلت خلية وفارغ الحوش الله 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 متعيني كانت بيهم تروش الله الله يرحمها إن شاء الله. ناخذ فاصل أحبتنا مشاهدين قناة الأيام برنامج المهلهل الفاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وصلنا وياكم إلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب حيدر حبيب. أهلا بكم. جدا آسف أنا عن لكن أنا بصراحة يعني كنت أتخيل ظرف عمل أو ظرف إن شاء الله يا رب تخطب. الحمد لله والشكر. إن شاء الله ظرف خطوبة يا رب يكون. الحمد لله والشكر وهذا حال الدنيا. لكن هذا أكو هيجي أكو مثلين واحد شعبي وواحد فصيح. يقول هذا الموت مثل الطين خاوي يمشي على كل راس، والبيت الفصيح يقول إذا رأيت جنازة محمولة فاعلم إنك بعدها محمول. هذا طريق كنا نمشي عليه. عرجنا بالبداية على أنه قلوبنا حنينة وطيبة، غالبا ما القلوب الطيبة يقول أثار أهل القلوب الطيب ينغشون. تعاتب عفك من موضوع الحبيبة. لا احنا جاي نسولف حياة عامة. انا بقلبه عتب كبير ثق بالله. انا اللي ما تردش داملو للموت. اذا مرة نخونا ورحت وياهم سهلة واقدر انساهم. شو تسوي؟ اشد لهم سعف عناقة من تروح خاف يظل اثر واتبعه والقاهم. الله إيه؟ الله الله يسلمك. اشد لهم سعف عناقة. اشد لهم سعف عناقة من تروح خاف يظل اثر واتبعه والقاهم. بس هم ما نقدر نحكي يعرفون ارواحتهم. ها والله تقول احلام مستغانم تقول بعض الرسائل لا تحتاج الى ساعي البريد. لا هي واصله مبينه واصله. ايه انا حتى اكو فيش فد مقوله بس ما اريد اقولها انا بعدين يجوز انشرها سريه. اي يجوز انشرها. تقدر تقول للواحد شكرا؟ اي تقدر تذكر اسمه؟ ايه امي. شكرا امي. شكرا منا لحد ما الله ياخذ امانتي. عمرك طويل وعمرك طويل. اتمنى الله ياخذ امانتي قبلها. والاكبر امي احبها احبها احبها. ما كاتب لها؟ ما اقدر ما اقدر. يعني انا سولفنا من ساعه قبل التصوير الحلقه اللي سبقت بحد. نعم. حلقاتك الشاعر علي عماد. نعم. قرأ قصيدة لهم أنا يمكن سمعتها 6 مرات 7 أحس أنه أنا كاتبها. الله أيوة والله. ألف تحية لعلي عماد كانت حلقتك جدا رائعة وموفقة. ما أقدر أكتب بس أنا أحبها. أمي روح من الدنيا يعني تخرب أهلها تخرب ويا أهلها على مودي. يقول هاي أمي من السافر من السافر. نعم. أذوق اليتم طعمه شلون؟ أي بالله العظيم ما أروح وراها. تروح يوم بيت خالة مثلاً هاي أروح وراها أجيبه وأجي. الله يحفظها لك إن شاء الله. الله يسلمك بلك بلك. الله يحفظها لك. الله يعزك. لكن اليوم خليني بصراحة اليوم الناس اللي مهتمة بالشعر طبعاً أكيد الحلقة راح تشاهدها ناس لأول مرة شايفة حيدر حبيب. وأنا يعتبر أول ظهوري لي هذا. أول ظهور إعلامي. أول برنامج يعني تلفزيوني. جيد. إن شاء الله منا فاتحة خير. الله يسلمك. بس إحنا للأمانة نداعيك بالجدية. الجدية لا أنت مو جد لكن نداعيك بالأكثر. يعني هذا هواي يقولوا لي المفروض أنت تصدر جيلك. بس أنا بالشعر مهمل. إيه بس للأمانة. بالكتابة مهمل. للأمانة ماكو أعذار. أكيد ماكو أعذار. ماكو أعذار. بس يعني حتى ما أخفيك. خلي أسولف يعني ما أكون جانب. خلي أسولف لك فتسالفة صغيرة. راح ترى يقضي البارت بس أسوالف. لا هسا خلي أسولف لك هاي سالفة صغيرة بعدين ننتقل للقصيدة. اه. أنا أوصل للبيت أرجع الساعة 12 بالليل. أنام ب 12 وأقعد ب 8 أروح للدوام أطلع لي متهم من التوقيف أخلص لي شغلة للعالم. يعني شغله مال المحكمة لو أظل قاعد أكتب قصيدة وأنام متش الصبح. أستاذي بس مرة خصك أنت إذا مقتنع هذا عذر
مو عذر. أنا جاي نحط بهذا الموقف. إيه إذا. مو عذر. أنا جاي نحط هنا. كل الناس عندها شغل. أنت الثقة أنا أكتب القصيدة الخميس والجمعة. كل الناس عندها شغل. كل الناس عندها شغل. إيه أكيد. إيه كل الناس. مو بس أنا. زين أسألك سؤال. راح تقرأ قصيدة. هذه القصيدة للناس اللي ما سامع حيدر. قلهم يا أبا هذا أنا. غرد قصيدة علي من باق بمكانك بعمرك ما تحط لحساب كانت روحتك شانك بخور وعد عرب وي الغروب وتموت نعم رحت للظلمة حتى يضيع دخانك انت وياي بس وينك رضيت بزينك وشينك انت وياي بس عايش مثل قبان ابد ما تستقر عينك الله بعد ما تسوى تاذيني انت وياي بس وينك بس وينك رضيت بزينك وشينك انت وياي بس عايش مثل قبان ابد ما تستقر عينك بعد ما تسوى تاذيني هذا انا مثل حال المطر مريود بس لو جيت ما واحد يلاقيني الله علي من المن منتظر هذا أنا مثل حال المطر مريود مريود بس لو جيت ما واحد يلاقيني علي من منتظر ردك المن منتظر ردك بخورك بور عوفك تحترق وحدك الله المن منتظر ردك بخورك بور عوفك تحترق وحدك عفت أحلامي حتى نحقق أحلامك ولقيتك نزلت العرسان بياضك بول أيامك لا تحكي لما ودك بعد مثل السلام وياك بس نسمعك نردك الله الله مضحى بروحي عفت احلامي انا عفت احلامي حتى نحقق احلامك او لقيتك نزلت العرسان بياضك بول ايامك لا تحكي لما ودك بعد مثل السلام وياك بس نسمعك نردك مضحى بروحي ومفرحك بعد تجرحني ما نصحك آخر مرة هاي الطيح مرتي جاية نذبحك سلام لا متعصب هالمرة لا ما بيها مجال لا والله والله العظيم برأيك ال 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 القصيدة اللي للحبيب تنكتب يعني بهاي العنفوان يعني ايش قد مخلف جرح المشكلة أنا عصبي وهاي جاي تأثر علي بالقصيدة لا لا قصدي أنه يعني إيش قد تارك بداخلي جرح بحيث أنه أنا أكتب له بهاي الطريقة مو جاي أقول لك يعني أنا من أحب أحب كل قوتي ومن أكره أكره كل قوتي هسه أنت بيا مرحلة بصراحة أنا أكره كل قوتي يستاهلون تكرههم للأسف يعني خلونا أوصل هيك مرحلة أكره بهالطريقة هاي كانت ظروفهم صعبة لا ماكو شيء اسمه ظروف ظروف يعني مثل تصير عندك انتقالة كبيرة بحياتك يعني تقدر تسمي هذا ظرف والله أنا بالنسبة لي ما أؤمن بالظروف هاي الأشياء الصغار ما لها علاقة صراحة بالطريق. أنا رجل ما أؤمن بالظروف أبدا لأنه يقولون لا يتحججون لا يتحججون فعلا العطش يحفر بير والله صح بالله العظيم صح لا يتحججون العطش يحفر بير اي والله عذرهم ظلمه كانت ليله قمريه اي شنو الكاظهم لو صدق يشتاقون خوش شنو الكاظهم لو صدق يشتاقون نعم. رحت بس تركت اثار رجلي تشتاقون تبعوني اي هاي موجود اشد لهم قيمتي اشد لهم سعف عنا انا عكسك يعني انت هنا عكس انا عايف اثار يا اخي المساله انت من تشتاق من تشتاق بين اشتياقك انا يعني ما اقدر اعرف خلف الكواليس شلون الدور اريد اعرف من خلال مختلف افعالك إيه؟ ان شاء الله العاقبه على خير على قولتها اكيد اكيد ان شاء الله العاقبه على خير حيدر يا مواليد 1997 97 يوم 3 بشهر الرابع يوم 3 بشهر بس هذا هذا الكبر مال التعب المره لا وين الكبر يا ولد لا شقره وجميل هسه مرات نلتقي اصدقاء
يعني جاي نتعرف جدد او محامين محافظات او شعراء محافظات، فنسال ابو الاكبر ايش قد مواليدك؟ قد تتوقع نسال؟ انا يتوقعوني 66. لا علي، انا 97 ترى مو هواي، 25 سنه كل العمر. الله يسلمك، بس يتوقعوني 91 92. انا ما اقول لا، اللي يقول لي انت 93 اقول انا 93، اللي يقول لي انت 94 انطي على ماي. اي ما عندي لا. حيدر، شنو تقييمك للحلقه اليوم؟ والله انا اعتقد صورنا حلقه قبل انا وياك وصارت للامانه، يعني انا شنت عفران وياك بيها. لا لا، لكن لا انا مقدر الظرف اللي صار انت والحبيب الشاعر حسن الحجيمي، الله يذكره بالخير. الله يسلمك. شنت متفائل بنسبه يجوز 80% بذيك الحلقه. نعم، هاي الحلقه 100%. تعرف ليش؟ ايه، لان صار سنه تقريبا نصورنا ذيك. نعم. هاي خلال هاي السنه ما عبر يوم من الايام اذا ما قالوا له شو وقت الصورة يا علم منصور. من دواعي السرور بالله العظيم، للامانه من دواعي السرور انا الفرحان. يعني للامانه انا هيك شعر وهيك خيال خصب احبه. الله يسلمك. تقيس شلون القياش؟ قصد غمج النهر باثنين هن رجليك. يعني هذا الخيال خصب لذيذ لذيذ لذيذ. مو مشكله خيالي، هي المشكله هو غبي. هسه انا ما لي علاقه بالمقصود، انا علاقه بالجانب الفني اللي بالقصيده. ماكو واحد يجي يريد يقيس غمج النهر يحطني الرجل. هو هسه سوى هسه هو الواقع، خلى روحه حتى يطيح. واقع الحال مو هيك سوى انت، هذا تاويل لما حدث. بالضبط، بالضبط. نعم. اي اي اي. حيدر، عندنا 4 دقائق. كيف حال من اخبرك انه لا يتخلى عنك بعد ما تلقى واحد رايدك شامه؟ بعد ما تلقى واحد رايدك شامه، اذا تنشاف تعرف قيمه الثامه. ما جيتك لان الهدهد من يموت مثل مشيت قبل ما يمشن عظامه. ما يطين قلبه. ما جيتك لان الهدهد من يموت مثل مشيت قبل ما يمشن عظامه. ما يطين قلبه. شما قسيت وياي ساكت وانت حكيك مثل المرامه. اقبالي وما مسحتك، لا كتبت عليك مثل ذاك الضباب من ورا الجامع. الله. وحتى بطيحتي. الله. قبالي وما مسحتك. قبالي وما مسحتك. لا رسمت عليك. قبالي وما مسحتك. لا رسمت عليك. مثل ذاك الضباب من ورا الجامع. وحتى بطيحتي. بطيحتي. ما تعبت قيعان من جنح النسر وانحط على الهامة. دخلني. جيد. حتى أنا بطيحتي. ما تعبت قيعان من جنح النسر وانحط على الهامة. خلني براحتي والوحدة ريد أبرد. الدمع من يابس يخضر حكي على الخد. وحدة براحتي وبالأكبر وحدة براحتي. وبعين شد الرموش وكسر مرايته وما ريد أشوف أحد. وخلي ببالك وحضنك الظل مفتوح، ترى باب السجن ينهاب من ينسد. الله. سلامتك. الله. الله يسلمك. الله. شلون هم ربعك وياك؟ واصل لك كل شيء. مو شغلة شعر بس رايد احكيها. ها. السوالف والمواقف لن ذكر بيها. مكثر بالهلة ومعذب بملقاي. جبت لقمة هلي والربعة خليها. شلتهم علقف بجيوبهم حطيته يحطون بسوالف ما مسويها. ما اريد نتناقش، وصلنا لختام الحلقة. يحطون بسوالف ما مسويها. الله يسلمك ابو الاكبر، وضيف مهم اتمنى لك النجاح. الله يعزك. اخر كلمة لك كامرتك. اولا انا متشرف قاعد قدام ابو الاكبر يمكن المره الثانيه. انت الشرف. الله يعزك. الله يسلمك. وانا احبكم كلكم، اصدقاء القريبين والبعيدين واللي حتى المتخارب وياهم انا احبهم. هاي من طيبك. اي بالله من طيبك. شكرا لك. ورساله حب للجميع وحبوا بعض، بس هاي اقول لكم اياها. احبتنا مشاهدين قناه الايام، وصلنا وياكم لختام حلقه هذا اليوم. كان ضيف مهم وشاعر مبدع. شكرا لميسان وشكرا لكم للمشاهده.
نلتقيكم في حلقات أخرى. أخوكم علي المنصوري.